السلام عليكم الخوت، نتمنى كاملين تكونوا بخير. لانتم على طوار الدكم، الله يسهل اي واحد كيبغي يدير شي حاجه زوينه. كنشكروا كاع الدراري اللي تشاركوا معنا في القناه، اللي تفاعلوا معنا في الفيديو الاخر، وراه تبارك الله اكثر من 500 واحد اللي تشارك معنا غير في هذاك الفيديو، حيت بزاف ديال الدراري كيتفرجوا فينا وما دايرين اشتراك. قربنا نكملوا ان شاء الله تعالى، فقطنا 1000 واحد. ما كرهتش كاع الناس اللي كيتفرجوا فينا وما دايرينش لنا اشتراك، يدخلوا ديروا لنا اشتراك باش نزيدوا بهذا المحتوى القدام، الله يسهل الامور للجميع. دونك الخوت، اليوم غندويو على بعض الاخطاء اللي كيديروهم الناس اللي يلاه باديين الطيور. حتى انا كنت كنديرهم، الحمد لله راه تعلمنا واحد شويه، وبغينا حتى نتوما ما يبقاش يوقع لكم نفس الغلط وبقاو وضعكم الطويرات. فاش كتبغي تشري شي طير ضروري ما كدير بعض الاغلاط، فاش كديه كيموت كتسحب انت باللي هذاك السيد اللي باعو لك راه قولبك. دونك هنا راه ماشي قولبك ولا باعو لك مريض، غير انت ما عرفتيش تتعامل معاه. وحنا ماشي من المصلحه ديالنا اننا نبقاو نشريو طويرات ويموتوا لنا، حيت اصلا المقنين راه ما بقاتش بزاف، دونك خصنا نحافظوا عليه، يعني ما خاصهمش يبقاو يدعوا لنا طويرات. داك الخوت غندويو على الخلويه كيفاش تتعامل معاها، وحتى الطيور القدام كيفاش نتعاملوا معاهم باش ما نوقعوش في الغلط ويموتوا لنا الطويرات ديالنا. واول حاجه اللي غندويو عليها الخوت هي الخلويه. الخلويه كيفاش كنتعاملوا معها فاش يلا كنشريوها، سواء قروعه سواء جذوره. اول حاجه الخوت فاش كنبغيو نشريو شي طائر خلوي شنو خصنا نقلبوا فيه؟ اول حاجه نقلبوا الصحه ديالو، ثاني حاجه نقلبوه واش واكل، ثالث حاجه نقلبوا ليه مصيرناتو، واش عنده الكبده، واش ضارينو مصيرناتو، واش منفوخين. جوج حالات اللي ما ننصحكش انك تشري الطائر فيهم، الا كانوا مصارن حمرين ومنفوخين ولا الكبده مفرقعه، هذا ما تشريش، حيت الا شريتيه غتضيع فيه. قلنا الخوت جوج حالات اللي ما تقدرش تشري فيهم الطائر، فاش كيكونوا مصيرناتو منفوخين وحمرين، ولا الكبده تكون مفرقعه. دونك هنا بصراحه هنا غتدخل الكراج من الاخر، غتدخل واحد الكراج غدي الطير ديالك ما غيضربش معاك مده طويله وغيموت لك. اول حاجه غيتبدل ليه لوكال، غيتستريس عليك وغيزيد مرض على مرض وغيموت لك. دونك فاش غنبغيو نشريو شي طائره الخوت قلنا كنقلبوا ليه واش واكل مزيان، الصدر ديالو ما ضعيفش، مصيرنات يكونوا، واخا يكونوا فيه ميغا بكتيريا خفيف وداكشي ماشي مشكل، ميغا بكتيريا كتعيش مع الطير، يعني تقدر تحيدها بخل التفاح، تقدر تحيدها بالبئس، كاين ادويه يقدر يحيدون لك. دونك اللي كانت الميغا بكتيريا ولا شي مصيرنات خفاف هذه ماشي مشكل، هذيك ديال الستريس، حيت الطير يلاه مشدود وجاي من بلاصه لبلاصه ومن بلاصه لبلاصه كيكون عنده واحد الستريس وكيمرض. دونك تقدر ترجع، اهم حاجه يكون الطير واكل، يكون واكل الخوت والصحه ديالو مزيانه، يكون اكتيف، يبالك الطير كيتحرك، الى بالك الطير كيتحرك اخذو بعينك مغمضه. ثاني حاجه انا باش كنعرف الطير انه مريض كتشوف ليه بعينو، شي عينو الا كانت محلوله مزيان واكتيف كناخذو، الا كانت عينو مكمشه واحد شويه كنعرف انه الطير ها شي دقه، يا مريض يا ما حاملش راسو، غدي غينكد لك غيموت لك. دونك هادو ما تاخذهم. وفاش كناخذو طير خلوي جديد ما كنديوش لحوه ديريكت في القفص ديال الخوت، كنسولو مولاه شنو كيوكلهم، واش مزونين ولا لا. واخا يقول لك مزونين خصك دي تعاونو، كيفاش تعاونو؟ هادشي غتعطيه الزوان وتعطيه الميلونج باش توقفوا واحد 3 ايام ولا 4 ايام تيبان لك الطير وقف، وديك الساعه تحيد ليه الميلونج وتخلي ليه غير الزوان. كانوا كاع مزونين كتعطي البيريلا الزوان الزريعه وزريعه الكتان، هادو كتعطيهم لمده ديال سيمانه، الفو كيولفهم كتحيد ليه الزريعه كتخلي ليه ثلاثه الاخرين، من بعد سيمانه اخرى كتعاود تحيد ليه البيريلا كتخلي ليه زريعه الكتان والزوان، من بعد سيمانه اخرى كتحيد سميتو كتحيد زريعه الكتان كتخلي غير الزوان الصيف، ومره في السيمانه تعطيه بودي ديال في هاد المكونات بربعة، مرة في السيمانة حطوا ليه باش يعود ليه فيتامين، حيت الزوان راه ما يدير والو الخوت باش نتفاهم، ضروري مرة في السيمانة تعطيه شي حاجة. دونك وفاش كديه ما كديروش في قفص، هذا هو الغلط اللي كيديروه معظم الدراري، كيشدو كيلوحو ديريكت في قفص كيدير ليه الزوان الماو كيعلقو. أول حاجة الطير ما خصوش يدار في قفص، ولا درتيه في قفص خصك تكون مغطي بواحد الساشي اللي بيضاء بحال هذوك ديال المرجان البيضين، هذوك كدير القفز وسط الساشيه وكتسد عليه، كتحط ليه ديك الماكله في الوكاله وكدير ليه شي حاجه على برا فيها الماكله باش ما عرفش ياكل من الوكاله كياكل من ديك اللعيبه، وكدير ليه شرابه ديال مالاكا، وكدير ليه شرابه عاديه باش ما عرفش يشرب من الشرابه كيشرب من مالاكا. غير هو كيبدا واحد اليومين ولا ثلاث ايام بدات تطلق، ديك الساعه كتبقى تبدا معاه حتى الخدمه، بدا تعري عليه بشويه باش يولفك تحطو حداك، عاوتاني ترجعو تعلقو فواحد البلاصه تبقى تشوف فيه، كتبقى غادي معاه دقه دقه حتى كيولف. ملي كيولف راه كدير ليه فوندو ديالو، كدير وسط القفص وكتحطو فواحد البلاصه مرولاكس باش ما يبقاش يترطى يضرب راسو مع السلوكه وتجرح من هنا ويطير ليه الزغوب، كتخليه مرولاكسي وراه
غالبا ما كاملش شهر يبدا يخرج لك بالكلام. اما بالنسبه للقرعه دو كندوي على جوج دور. بالنسبه للقرعه نفس المشكل، نفس البانه تعاودوا معاه، مي القرع ما تبعدوش عليك بزاف، القرع تقرب وحداك وتحاول بدا تطلق ليه الكلام. وفيما تبغي تعطيه شي حاجه زوينه بحال تعطيه الخوص ولا فلفله ولا شي حاجه اللي زوينه، طلق ليه الكلام. الطير ديك الساعه يقدر يشد شي حوايج، وغالبا القروعه راه قليل اللي كيشدوا الكلام. وبزاف ديال الدراري كينصحوا في القروعه ديال شهر 6 وشهر شهر 7 وشهر 8. علاش؟ حيت كيكونوا والديهم داخلين اللي بداله ما داوينش، دونك هذا كيكون ما سامعش مزيان يقدر تجيبو يقدر يشد لك الكلام مي ضروري يجيب معاه الخلويه. انا دوينا الخوت على الطريقه ديال الطير باش ما يضيعش. دابا ندوي على الطيور القدام. الخوت الطيور القدام شنو خصك دير ليهم؟ الطير خصك تشدو اول حاجه، تسول مولاه بروغرام ديال الماكله كياكل. ثاني حاجه تشوف البزقه ديالو. ثالث حاجه تقلو، تقلو لي مسيرناتو. اما الا كنتي باغي تشري الكلام فرا عمرو يقول لك بنادم، حيت راه ولاو بزاف كيبيعوا الهضره، كيقول له ويداني هو ما ويداني هو بزاف، ولاو كيبيعوا لك الهضره، كيبقاو لك بالهضره بالهضره بالهضره، حتى كتثق فيه كيبيع لك طير زباله كيبيعوا لك بثمن غالي. فاش شي واحد كيقول لك انا عندي طير ويداني يقول ليه مرحبا شري من عندك. هادشي اللي كندير انا الخوت، مرحبا نشري من عندك. نسمع انا كنشري شي حاجه شافتها عيني وسمعتها ودني، ما شافتوش عيني ما سمعتوش ودني ما نشريش من عندك، وتخلي لي ب 1000 ريال. شافتها عيني وسمعتها ودني نشريها من عندك ونخلصك وندي الطير ديالي. الطير دابا اكثريه انا وليت كنشوفها من التحركات ديالو كنعرف واش مريض ولا لا. شوف لي عويناته ونشوف التحركات ديالو كيتحرك كيفاش كيدوي داكشي، كنعرف الطير انه بصحه جيده. الطير فاش كيكون مريض ما كيكونش كيتحرك بزاف، وحتى في الكلام ديالو كيكون ناقص، وعينيك تبان لك شويه مكمش. دونك الاخوان فاش كنشريو شي طير بغيت تشوفو بغيت تشريه ويداني وداكشي، قول ليه مرحبا شحال طرف هاد الطير؟ 1500 درهم. نعطيك 1500 درهم مرحبا على الراس لاي، ولكن نسمعو عري لي يا خويا نشوف الطير كيتكلم. مرحبا نشري من عندك 1500 درهم، ما نطلقش معاك الثمن، ولكن خصني نسمع داكشي اللي كيستاهل 1500 درهم. ماشي طير داير 500 درهم 300 درهم تجي تقول لي فيها انا 1200 1300، وبزاف ديال الناس كيديروها. كيشريو الطير عاود تو كيبداو يبيعوا لبنادم 1200 1300. دونك حط لي الطير نسمعو، عجبني رانا ناخذو من عندك، اقتنعت به ناخذو من عندك. الفلوس ماشي مشكل، المهم انه الطير نكون انا مقتنع به. ملي كتشوف داك الطير سواء في الخدمه سواء كلام سواء شافتو عينك سمعتو ودنك خديتيه كديه للدار، اعرف فين تحطو. هاكي اللي كياخذ الطير بالثمن وكيديك يحطه في الكولوندير كيموت ليه، كيسحب انه مولاه اللي قلبو. لا راه ماشي مولاه اللي قلبو، راه انت اللي صيدتي راسك. الطير خصك تحطه شي بلاصه ما فيهاش كولوندير، والطير فاش كيتبدل ليه لوكال خصك قليله واحد السيمانه باش يرجع. انا راه خديت الطير جبتو نهار الاول ولات في لا دياري، تبدل عليه لوكال ستريسا ولات في لا دياري، وليت محار مع سيمانه باش رجعته. من الاحسن انك تشري الاونتي ستريس، وكنتي داير مع داك خونا خديتي من عنده الطير انفو تدخلو غتعطيه الاونتي ستريس باش الطير ما يتستريساش لك، حيت لا ولا فيه لا ستريس يقدر يمرض لك ميغا باكتيريا مصيرنات كوكسيديا مقنينوك، لا تستريسات كتمرض على السبه. دونك انا قبل ما نشري شي طير نكون ديجا موجد ليه بلاصتو والفندق ديالو القفص ديالو كلشي يكون باقي مزيان، وفاش نجيبو نبدل ليه القفز ونغسل ليه القفز ديالو ونردو فيه. الا كان قفز عندي بحال هذاك القفز ديالو قدو في العباره وداكشي، نحولو لقفز جديد وندير ليه دواء القميله اكزوت، نشد الدواء ديال القميله اكزوت نديرو في المول نعطيه ليه، واخا هو جاي من عند مولاه ندير ليه دواء القميله باش انني نحيد الشك ديال ان القميله تكون عندي في الدار. اكزوت دير ليه دواء في الشرابه يشربو دو السيمانه تعاودو ليه باش تهنى انت من القميله. صافي تحطو في واحد البلاصه وما تبقاش هز الطير حطو هنا هز الطير ديه هنا هز الطير حطو حداك هز الطير ديه هنا، راه هكا باش كيمرضو الطيارة. الطير كيبغي بلاصه وحده تحطو فيها وخليه يرتاح. ونتمنى اخوت نكون وصلنا لكم معلومه صحيحه وصافي. انا كيفاش كنشري الطيارة انا عاودت لكم كيفاش كنشريو، الحمد لله ما كنلقاش الضايع الحمد لله والشكر لله. ايوا هادشي اللي كان اخوت دوش وقعي بزاف سمحوا لي بقيت داوي. دونك اخوتي السلاكه كما كتشوفوا ان هاد الكادات مازال
في اصلاحات اخرى راه كندير فيديو عليها. وكاين عندنا واحد البياسه راه مريضه، راه كان راه طريطيتها ولات مزيانه، وان شاء الله دابا غنطلقها. دوزت 3 ايام اليوم ديال الطريطمو، غنطلقها دابا. راه بات لي توقعت شويه والحمد لله غادي ندقه دقه، وربي ما يحشمناش حيت النيه ديالنا زوينه. ايوا الخوت، نتمنى لكم الخير ان شاء الله، ونتمنى لكم موسم زوين، وراه ديال الوقت فين تقدروا تشريوا فريخات باش تنتجوا بهم العام الجاي. ما تخليوش شهر 12 واحد راه تصيدوا ويدوز عندكم عام خاوي اللي كدخلوا الطويرات دابا. ونصحكم بنتاوي اللي ديجا ضاربين عام قرات، ديجا ضاربين عام ما خدامينش، تاخذها واش تخدم معاه ان شاء الله العام الجاي تخدم لك باذن الله. خصو يكون عندك طير مزيان وتعطي واحد البروغرام لي زوين. الا بغيتو بروغرام الخوت اللي كنخدم به انا نخلي لكم ندير لكم فيديو عليه. هذا ما كان الخوت، وتحيه لكم من القلب، الله يسهل لكم كاملين ان شاء الله.